تصعيد وتكثيف للضربات المتبادلة بين إسرائيل وغزة في اليوم 11 من التصعيد، فرشقات الصواريخ تستمر من القطاع على المناطق الإسرائيلية، في حين تشن إسرائيل غارات وضربات على معظم مناطق غزة. التصعيد يأتي في ظل تكثيف الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى حل قريب، فهل شارفت هذه المعركة على نهايتها؟ معنا الآن من مدينة القدس مراسلنا فراس لطفي. فراس، مساء الخير. نتابع جميعا هذا الاجتماع الوزاري المصغر الذي سربت أخبار قبيل بدئه عن إمكانية الإعلان عن وقف لإطلاق النار على الأقل من جانب واحد من قبل إسرائيل. ما هي آخر التفاصيل فيما يتعلق بهذا الموضوع؟ نعم، هو اجتماع حاسم اليوم، يعني قبل ساعتين دخل الاجتماع المجلس الوزاري المصغر لينعقد برئاسة نتنياهو وسط أصوات من داخل هذا المجلس تدعو إلى عدم وقف إطلاق النار وإلى استمرار العملية العسكرية، ولكن هناك حديث وتسريبات بأن المجلس سيصوت على وقف أحادي الجانب للنار على جبهة قطاع غزة مع إطلاق يد الجيش الإسرائيلي للرد على أي خروقات من قبل حركة حماس. لكن التساؤل حقيقة مهند هو ماذا عن حركة حماس؟ هل ستوافق على وقف أحادي الجانب أو هدوء مقابل هدوء، وهي التي أطلقت شرارة الحرب بسبب القدس وبسبب الإجراءات في القدس وفي المسجد الأقصى وفي الشيخ جراح؟ إذا لم تدرج بنود تتعلق بالقدس وتتعلق بالسكان في قطاع غزة وتخفيف الحصار عنهم ومساحات الصيد وفتح المعابر، فإذا لماذا كل هذه الحرب؟ هناك تساؤلات أيضا ستضع حركة حماس أمام مسؤولية كبيرة أمام الشعب الفلسطيني وأيضا السياسيين الفلسطينيين يعني الرد على هذه التساؤلات. بكل الأحوال كل ما يتسرب حتى الآن بأن المجلس الوزاري المصغر برئاسة نتنياهو سيصوتون على وقف أحادي الجانب لإطلاق النار، ولكن أيضا هناك أصوات من خارج المشهد السياسي في إسرائيل يقولون بأن هذه هزيمة نكراء إذا ما أعلن ذلك. جدعون ساعر من الليكود والذي انشق عن نتنياهو في الانتخابات الأخيرة غرد قبل قليل وقال بأن إذا لم يكن هناك اتفاق لتقويض قدرة حماس العسكرية وللإفصاح عن مصير الجنود الأسرى لديها فإن ذلك سيعني هزيمة كبيرة وفشلا سياسيا كبيرا لنتنياهو. شركاء نتنياهو في الائتلاف الذي ينوي أن يشكله للحكومة القادمة كسموتريتش الصهيونية الدينية قالوا بأن إذا ما تم وقف إطلاق النار من جانب واحد فإن ذلك سيعتبر بصقة في وجه سكان الجنوب ومن هم كانوا تحت القصف على مدار 11 يوما. إذن هناك ضغوطات داخلية كبيرة على نتنياهو الذي يحاول أن يتقاسم الفشل كما يقولون هنا مع مؤسسة الجيش والقول بأن الجيش هو من يريد وقف العمليات. دعني أسألك عن هذه النقطة فراس، التي يريد نتنياهو. دعني أسألك عن هذه النقطة تحديدا، هل هناك إجماع بين القيادة السياسية والقيادة العسكرية فيما يتعلق بما يجب القيام به كخطوة تالية بالنسبة لهذه المواجهات؟ يعني وقف إطلاق النار من جانب واحد إذا فعلا ما صدقت التقديرات فإن هذه ستبقي يعني يد إسرائيل والجيش الإسرائيلي يعني ممدودة لأن تضرب أهدافا في عمق قطاع غزة في أي وقت يعني تتجرأ كما يقولون حركة حماس وتطلق صواريخ. ولكن دعني أقول شيء هنا مهم، بأن قبل اجتماع المجلس الوزاري المصغر حقيقة مهند كان هناك اجتماعات يعني على هامش هذا الاجتماع بين بيني غانتس رئيس وزير الدفاع وأفيف كوخافي رئيس هيئة الأركان، وكان هناك اجتماع متقابل أيضا بين نتنياهو ورئيس الشباك. واضح بأن هناك انقسام وهناك محاولات لتحميل المسؤولية كل على الآخر، لكن بكل الأحوال واضح بأن الضغوطات الدولية التي بدأت تتنامى وتتعاظم على بنيامين نتنياهو لوقف إطلاق النار يعني يبدو أنها ستأخذ مسارها نحو إعلان أحادي، لكن واضح بأن الثمن السياسي الذي سيدفعه نتنياهو سيكون كبيرا، وهو الذي يحاول الآن القول بأن الجيش هو الذي يريد وقف إطلاق النار ولست أنا.
طيب الآن أرحب أيضا ببقية الزملاء معنا أيضا من سديروت على حدود قطاع غزة نضال كنعاني، معنا من غزة محمد المشهراوي، وينضم إلينا أيضا من نيويورك رضا أبو شفرة. مرحبا بالجميع. نضال، دعني أتوجه إليك. في سديروت كان هناك قبل قليل تصعيد ميداني، على الرغم من كل هذا الحديث عن ربما اقتراب موعد وقف لإطلاق النار بين قوسين، التصعيد اليوم كان واضح، كان واضح في غزة، وكان واضح أيضا بالنسبة لقصف البلدات الإسرائيلية في غلاف القطاع وإلى الشمال من ذلك. ضعنا في صورة ما يجري ميدانيا. نعم مهند، عمليا 300 صاروخ أطلقت اليوم وفق الجيش الإسرائيلي، يضاف إليها الصواريخ التي شاهدتموها في بث مباشر الآن فوقنا. هذه الهجمة، هذا التصعيد كما كنا نقول في السابق، هذا إضافة إلى تصريحات في سياق لقد وجهنا لهم ضربة قوية، أعدنا غزة إلى الوراء، لن يجرؤوا ثانية. كل هذا إن صح القول من علامات الهدنة الكبرى تضاف إلى العلامات الصغرى التي وفقا لها قلنا قبل يومين بأن الهدنة على بعد 48 ساعة، وهذا ما حدث بالفعل. لا يمكن للحكومة الإسرائيلية قول لا لرئيس أمريكي في بداية ولايته الأولى، وهذا ما حدث فعلا. الآن الكابينيت الإسرائيلي سيقر وقفا لإطلاق النار، سيقر هدنة، يقرر الجانب المصري متى تبدأ، الليلة على الأغلب أو صباح الغد دون شروط. الشرط الوحيد هو الهدوء مقابل الهدوء كما كان في السابق، لا شيء جديد. فإسرائيل لا تريد بنود ولا تريد ربطا ما بين غزة والقدس، لكن بدون الآن وبدون صورة نصر للجانب الإسرائيلي في عصر الميديا لا نصر. وكل هذا، كل المحاولات كانت لإرضاء شارع إسرائيلي لا زال متعطشا لصور الأبراج تنهدم في قطاع غزة. الآن وبدون نصر إسرائيلي واضح، يمكن القول أن للنصر ألف أب والهزيمة يتيمة، والآن انتهت ربما المعركة على أنفاق قطاع غزة، وبدأت المعركة في أروقة السياسة في إسرائيل. من سيكون أب هذه الهزيمة على الأقل كما يراها الشارع الإسرائيلي؟ بالنسبة لحماس في الطرف الآخر، ربما ليست صورة النصر هي صواريخ على تل أبيب، ولكن المظاهرات في يافا. وإسرائيل التي أرادت عدم الربط بين غزة والقدس استفاقت على واقع أكثر خطورة، هو تضامن ما بين القدس ويافا ورام الله، وعليها أن تتعامل معه في اليوم التالي لهذه الهدنة. فيما يتعلق بقطاع غزة، إسرائيل بدأت تفكر في كيفية إعادة إعمار غزة، وهي تدعو لذلك. غدا سنشهد مثلا إعادة فتح مياه الصيد، إعادة فتح المعابر، وإدخال النقود إلى قطاع غزة كما كان سابقا بانتظار الجولة التالية. طبعا أشرت إلى مسألة مهمة نضال، وهي مسألة لا ربط بين ما يجري في هذه المواجهات العسكرية وما جرى ويجري في القدس، في الشيخ جراح، في الحرم الشريف. هذه مسألة أصرت عليها الفصائل، سننتظر لنرى بعد قليل ربما رد فعل الفصائل الفلسطينية على هذا الموضوع. أنتقل الآن إلى غزة مباشرة مع مراسلنا من هناك محمد المشهراوي. محمد مساء الخير، أيضا ضعنا في أجواء ما يجري في القطاع هذا المساء. كان هناك تصعيد كثيف للقصف على مناطق مختلفة من القطاع طيلة اليوم. بالفعل مهند، لو تحدثنا عن بداية الأحداث من منتصف الليلة الماضية وحتى الآن، فهي غارات إسرائيلية مكثفة أيضا شاركت فيها المدفعية الإسرائيلية بشكل غير مسبوق منذ بداية هذه الجولة من التصعيد. الغارات تركزت على استهداف منازل للفلسطينيين، وكأن إسرائيل في سباق مع الزمن تريد تدمير أكبر عدد من هذه البيوت في الساعات الأخيرة من هذه المواجهة. وكذلك الأمر بالنسبة للقذائف المدفعية التي أصابت المنطقة صناعية وحرقت على الأقل ثلاثة مصانع بشكل كبير جدا، محدثة مزيدا من الخسائر المادية. ونيران اشتعلت لساعات، بالكاد استطاع رجال الإطفاء السيطرة عليها. أيضا الحرائق امتدت للشريط الحدودي جنوبا حيث رفح وخان يونس بفعل هذه القذائف المدفعية. وإسرائيل حاولت حتى وربما تحاول حتى الآن تفعيل سياسة الاغتيالات. اليوم قصفت سيارة مدنية
في شمال غزة، مما أدى إلى مقتل شخصين تتهمهما إسرائيل بالوقوف وراء إطلاق القذيفة الصاروخية المضادة للدروع اليوم على حافلة للجنود الإسرائيليين وما إلى ذلك من هذه الغارات المستمرة. في المقابل ميدانيا أيضا هنا يحاول الفصائل الفلسطينية تحاول إطلاق أكبر قدر ممكن من الصواريخ، وشهدنا اليوم إطلاق صواريخ على بئر سبع وأسدود بعد توقفها ليومين تقريبا عن هذه المناطق، وتركز القصف من غزة أيضا بقذائف الهاون على المواقع العسكرية الإسرائيلية بشكل أيضا متصاعد عن الأيام الأخيرة. هي وحتى قبل قليل كان هناك إطلاق رشقة من الصواريخ، وشهدنا محاولات منظومة القبة الحديدية وهي تحاول اعتراضها. هذا الأمر ميدانيا، ولكن سياسيا هنا حتى الآن لم يصدر أي موقف من الفصائل الفلسطينية بشأن هذه التهدئة سوى بعض المصادر يعني غير المعلنة، تسريبات من هنا وهناك تقول إن حماس وافقت على هذه التهدئة وأبلغت القاهرة بموافقتها، وفيما تسرب أيضا بأنه فعلا ربما لن تكون هناك ورقة تفاهمات بين الفصائل وإسرائيل كما السابق، إنما هناك ورقة تفاهمات بين الفصائل والأطراف الدولية التي تدخلت من أجل لجم هذا العدوان الإسرائيلي، وبالفعل هناك ستكون ورقة منفصلة عن إسرائيل تتعهد الأطراف الدولية بمسألة مثلا إعادة الإعمار، إقامة مشاريع تنموية في قطاع غزة، وأيضا ربما يتم الضغط من قبل تلك الأطراف الدولية على إسرائيل لتخفيف حدة التوتر في مدينة القدس، تلك الشرارة والفتيل الذي تسبب باندلاع 11 يوما من المواجهة حتى الآن. إذن هي صورة الوضع حتى الآن، يعني الكل يترقب، حالة من الترقب الشديد تسيطر على الساحة الفلسطينية. هنا بالتأكيد كما تقول إسرائيل ربما تخرج الفصائل وتقول انتصرنا، ببساطة لأن صورة النصر التي تبحث عنها إسرائيل لم تصل إليها. وبعد ذلك وحتى انتهت المواجهة يقول الفلسطينيون أنهم يستعدون لمواجهة أخرى من نوع آخر، وهي مواجهة قضائية في محكمة الجنايات الدولية. طيب. اليوم شهدنا تجمعا لعشرات المنظمات الحقوقية الفلسطينية تحدثوا عن هذا الأمر، يحضرون ملفا بجرائم حرب إسرائيل ضد المدنيين، ولا سيما وأن معظم الضحايا الذين بلغ عددهم حتى الآن 230 قتيلا هم من المدنيين، نساء وأطفال نصفهم. طيب. نعم. شكرا جزيلا لك محمد المشراوي من غزة. الآن ننتقل مباشرة إلى نيويورك، معنا من هناك مراسلنا رضا بوشفرة. رضا مساء الخير، مرحبا بك معنا أيضا. اليوم كان هناك اجتماع مهم في الجمعية العامة، سمعنا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يقول الاشتباكات يجب أن تنتهي على الفور. دعنا أيضا في صورة التحركات الدبلوماسية التي تجري على مستوى الأمم المتحدة في نيويورك. نعم مهند، لعل أهم تحرك دبلوماسي هو تصريحات وزير الخارجية الباكستاني قبل قليل، إذ صرح أنه لن يكون هناك أي قرار من اجتماع الجمعية العامة الاستثنائية اليوم لسببين. السبب الأول هو أنه لا يوجد اجتماع لدى المشاركين الدول المشاركة، والسبب الثاني هو كما قال يجب أن نترك هامش لمجلس الأمن كي يمارس الدبلوماسية، فبالتالي لن يكون هناك أي قرار سيصدر من اجتماع اليوم. في الفترة المسائية اليوم كانت هناك عدة كلمات، على أهمها كلمة السفيرة أو المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، التي أكدت أن بلدها سيواصل الدفع من أجل السلام، وقالت نريد احترام القانون الدولي وحماية المدنيين ونواصل دعم وكالات الأمم المتحدة في المنطقة، وأيضا أكدت أن بلدها يأمل من المجتمع الدولي أن يلبي الحاجات الإنسانية لقطاع غزة وسكانها، وأن أمريكا ستظل ملتزمة بالعمل مع كل الأطراف لوقف إطلاق النار وستواصل الدفع من أجل السلام. من جهته شارك اليوم السفير الإسرائيلي جيلعاد أردان في أشغال الجمعية العامة التي دعت إليها الجزائر رئيسة المجموعة العربية في الأمم المتحدة ونيجر رئيسة المجموعة الإسلامية، وقال في كلمته ركز كثيرا على المدنيين الإسرائيليين الذين يتعرضون للقصف من قبل الصواريخ التي
تطلق من قطاع غزة، وقال ماذا لو تعرض المدنيون في أي بلد أو مدينة عربية أو إسلامية، وقال كيف ستتعاملون مع أن يستهدف هؤلاء المدنيون بالصواريخ. من المنتظر أن ينشط وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي مؤتمرا صحفيا بعد حوالي أقل من ساعة من الآن، وسيتكلم عن الوضع في الأراضي الفلسطينية وفي قطاع غزة، وسيتكلم أيضا عن اجتماع اليوم والجهود الدبلوماسية التي يقوم بها البلدان العربية والبلدان الإسلامية. مهند، لافت رضا ما أشرت إليه أنه الجمعية العامة لن تصدر أي بيان أو شيء بهذا الخصوص. كما نعلم بيانات وقرارات الجمعية العامة هي قرارات غير ملزمة، ولكن هذا منبر مهم تعرض من خلاله الدول المختلفة مواقفها المتعلقة بالقضايا الأساسية. شكرا جزيلا لك رضا بوشفرة مراسل سكاي نيوز عربية من نيويورك. أشكر شبكة مراسلين محمد المشهراوي كان معنا من غزة، فراس لطفي كان معنا من القدس، وأيضا نضال كناني كان معنا من سديروت على حدود قطاع غزة. شكرا لكم جميعا.